بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس إن شاء الله نستكمل كلامنا عن الأريز. الخطوة الأولى اللي راح إن شاء الله نتكلم عنها في الأريز هي كيفية تعريف أو declaring an array. زين، كيف نعرف array؟ نسميها declaring أو declaration declaring an array. زين، أو تعريف مصفوفة. كيف نسويها؟ نسويها بالشكل التالي. نبدأ أولاً ب النوع ال elements اللي في الأري. بنقول element type type بدون ال r element type. بعد كذا نضع ال قوسين هنا. زين، ال element type هنا نوع العناصر اللي راح تكون في الأري، مثلا double int char إذا كانت array فيها عناصر بسيطة، أو مثلا إذا كانت array عبارة عن objects مثلا student أو employee أو كذا، أيا كان. إذا هنا نوع العناصر اللي راح تكون في الأري، بعد كذا قوسين فارغات بالشكل هذا، ثم بعد كذا الأري reference variable. زين، أو الريفرنس حق الأري. طبعا الأري في الجافا تعامل على أنها object. زين، راح نشوف إن شاء الله نفصل بشكل أكبر، لكن هذا هو الريفرنس حق الأري. خلونا ناخذ مثال على الشيء هذا. نقول مثلا دبل، زين، بعد كذا القوسين، بعد كذا نكتب مثلا numbers اللي الأري اللي تكلمنا عنها قبل شوي. زين، هذه طبعا عفوا، هنا أنا أتكلم عن كيفية تعريف الأري. هذا مثال على تعريف الأري. نكتب double، بعد كذا قوسين، بعد كذا numbers. زين، طيب، ممكن طبعا ممكن ان القوسين هذولي، زين، يكونون موجودين. ممكن ان القوسين هذولي ناخذهم نحطهم هنا بعد اسم الفاريبل حق او الريفرنس حق الاري. هذه طبعا من بقايا سي وسي بلس بلس، احتفظت فيها الجافا، لكن الافضل انك تضعها بعد اسم التايب. زين، وحتى اذكركم يعني كثير منكم سبق له انه شاف او كتب الكلام هذا عدد كبير من المرات، string ثم بعد ذلك قوسين ثم args. وين كتبنا الكلام هذا؟ دائما نكتبه في كبارامتر في المين، زين، او عفوا بدون الفاصل المقوطه، دائما نكتبه كبارامتر في المين. زين، اذا هنا تعريف array اسمها args، من نوع كل عنصر فيها من نوع الاوبجكت string. زين، طيب، الان هذا التعريف. الخطوه اللي بعد اللي تلي التعريف هي عمليه creating an array. creating an array او انك هنا هنا بالحاله هذه تعمل او نقدر نقول ان نحجز شو اسمه المصفوفه في الذاكره. زين، طبعا الاري بالضبط زي الاوبجكت، مضبوط. ف لما تسوي الشيء هذا راح يكون عندك ريفرنس فقط. لما تسوي العملية هذه راح يكون عندك الأري الفعلية. يعني احنا زي ما قلنا ان الأري هي عبارة عن مجموعة، يعني كأنها مجموعة variables مع بعض. زين، فهنا راح نحجز في الخطوة الأولى، راح نسوي الريفرنس. في الخطوة الثانية راح نسوي الاري نفسها. كيف نسوي؟ how do we create an array؟ كيف نسوي الاري؟
بالطريقة هذه. مثلا عندك الريفرنس، مثلا نقول ناخذ الاري الاري ريف فار، زين الريفرنس حق الاري اللي هو هنا مضبوط، ثم بعد كذا عملية اسناد نسند له، ثم بعد كذا نستخدم كلمات نيو مضبوط اللي احنا نعرفها من ال من الاوبجكت، ثم بعد كذا element element type، زين يكون مطابق للelement اللي عندنا، نوع العناصر اللي في الاري. ثم بعد ذلك نضع القوسين بالشكل التالي، وبين القوسين يكون حجم المصفوفة هنا array size، حجم المصفوفة. على سبيل المثال خلو أعطيكم مثال، مثلا بالنسبة للarray numbers هذه نقول هنا numbers، خلونا نستخدم نفس الألوان اللي كنا نستخدمها قبل، نقول numbers، زين هنا اسم الarray نسند لها gets new، ثم بعد كذا نكتب هنا ال شو اسمه نوع ال elements، نوع العناصر اللي في ال array numbers اللي هم عبارة عن double، ثم بعد كذا القوسين، ثم بعد كذا كم حجم ال array اللي تبغاه. خلينا نقول مثلا أنا نبغى حجم ال array 4، زين حتى نسهل أنفسنا، فنقول هنا 4 وطبعا الفاصلة المنقوطة. زين إذا هذا مثال على كيفية تعريف أو كيفية صناعة أو حجز الري في الذاكرة. زين طيب الآن كيف وش راح يصير، وش راح ينتج لنا الآن لما نسوي double numbers، لما نسوي هنا double numbers ثم بعدين نسوي declaration ثم بعد كذا نسوي نحجز الاري في الذاكره. خلينا نشوف وش راح وش الشيء اللي راح ينتج لنا. طبعا راح يكون راح تحجز عندنا اري في الذاكره. خلونا نروح شوي هنا حتى يكون في عندنا فراغ. راح يكون عندنا اول شيء هنا عنصر او الريفرنس حق الاري اللي هو اسمه، هذا هو ال 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 هذا هو numbers. زين خلي اكتب هنا اسمه، هذا numbers. زين راح يكون عبارة عن reference مضبوط زي ما شفنا قبل في الobjects للarray. الarray كم فيها من عنصر؟ فيها اربع عناصر. زين راح يكون فيها اربع عناصر، هذا العنصر الاول، العنصر الثاني، هذا العنصر الثالث، وهذا الرابع. زين طيب الآن خلو أعدل بس شوي هنا السهم حتى يكون عندنا شوي بس حتى يكون عندنا مسافة الآن لما نجي نكتب. خلو أعدل كذا. مضبوط. إذا الآن لما قلنا هنا عندنا لما تكلمنا هنا وقلنا انه قلنا numbers، هنا لما قلنا numbers gets new double 4، الان لما قلنا هنا double numbers صار عندنا reference فقط، بس لما جينا قلنا numbers gets new double 4 صار عندنا الاري هذه تم حجزها بشكل كامل. اذا هذا الجزء اللي عليه العلم اللي راح نخزن فيه البيانات ما تم حجزه الا بعد ما كتبنا الكلام هذا. زين الان كل عنصر من عناصر الاري اللي هنا راح نرمز له بالشكل التالي، نقول العنصر هذا هو عباره عن numbers numbers زين صفر، والعنصر هذا numbers واحد، يعني هذا العنصر رقم صفر في الاري، هذا العنصر رقم واحد في الاري numbers، هذا العنصر رقم اثنين numbers two، وهذا العنصر رقم ثلاثة numbers
3. زين، اذا هذه هي العناصر الأربعة عندنا في الأري، كل عنصر من العناصر هذه. الآن شفنا كيف نعرف الأري double numbers، شفنا كيف نحجز الأري في الذاكرة، نقول numbers gets new double four. زين، الآن الخطوة التالية أننا نعبي الأري بيانات. واضح جدا، هذه الخطوة التالية نعبي الأري بيانات. كيف نسوي الشيء هذا؟ بكل بساطة نقول numbers zero، مضبوط، نبغى نحط فيه قيمة، يعني مثلا gets 10 مثلا. زين، numbers، أو احنا اتفقنا انه عندنا أربع أرقام مثلا، المثال اللي استخدمنا 1 و3 و5 و7، فخلنا نقول هنا 1. زين، numbers 1 gets 3. معلش استخدم نفس اللون. gets 3، ثم عندنا هنا numbers 2 numbers 3، وهنا هذا يأخذ القيمة، هذا يأخذ القيمة 5، وهذا يأخذ القيمة 7. إذا بهذه الطريقة لما يجي الكمبيوتر ينفذ لي لما يجي الكمبيوتر ينفذ لي السطر هذا، راح يكون هنا يحط لي هنا 1. ينفذ لي السطر هذا، يجي يحط لي هنا 3. لما ينفذ لي السطر هذا يحط لي هنا 5، لما ينفذ لي السطر هذا يحط لي هنا 7. بهذه الطريقة نكون عبينا الأري بالبيانات. الآن كل عملية من العمليات هذه نسميها accessing the array element. كل عملية من العمليات هذه نسميها accessing أو access the array element. the array element، يعني بمعنى انه نصل عملية الوصول الى الاري هذه. طيب خلونا الفيديو القادم ان شاء الله ناخذ تفاصيل اكثر عن الاري هذه، ونوضح اجزاء الاري بشكل اكثر تفصيل، وممكن نكتب البرنامج ونشوفه ان شاء الله في جليات.